اوكي، انا بشكركم جدا على التعليقات الجميله اللي انتوا عملتوها لي دي. بصوا بقى، هنعمل مع بعض النهارده بقى الزيتون. هنخلي الزيتون، ودي خبره السنين بعمله على طول، بيطلع جميل. هتجربيه بقى، جربي الطريقه بتاعتي بقى تعجبك جدا. انا جبت 2 كيلو زيتون، وجت بالسكينه وشقتهم كده الواحده حتتين لغايه ما توصلي للنوايا بس للاخر كده، وحطيته في ميه وملح، وغيرت له الميه كل يوم، ادلق الميه الصبح وبالليل لمده يومين او 3 ايام بالكتير، وصفيته عشان المراره اللي فيه تروح. عندي بقى ملح، وعندي ليمون، جبت الليمون، ليمون اخضر اهوت، وقطعته الواحده 4 تلت، بيحطه على الزيتون مع الزيتون. عندي شطه وفلفل احمر، فرمتهم في الكبه ودهون في الهون اللي موجود عندي، وعندي شطه قدر. عندي بقى حبه البركه وشويه ورق لورا ديت علشان الحفظ. عندي كوباية عصير ليمون، وعندي كوباية زيت، وعندي معلقة سكر، وعندي البيضة دي هختبر بيها الملح، والقشر بتاع الليمون دوت اللي عصرته دوت هغطي بيه الزيتون. هنبتدي بقى مع بعض نقلب الزيتون مع بعض. عندي الليمونة، بص بقى، اقلب الزيتون مع الليمون. الليمون بقى اللي في قلب الزيتون ده بقى بيبقى طعمه جميل جميل كده. نجيب الشطة بقى وأقطعها، أو حطها سليم اختيار اللي يعجبك. هنقطع شوية ونحط شوية سليم عشان ما يبقاش حراق قوي. دي شطة أصلا مش حراقة، نشيل بس الحتة اللي ورا دي عشان يبقى شكلها ايه، حلوة كده ولونها نظيف. الشطة دي مش حرقة على فكرة أوي، بس يعني سيبها شطة زي ما أنت عايز. بسم الله الرحمن الرحيم. الشطه دي هقلب بقى الشطه في الليمون. هجيب بقى الشطه والفلفل الاحمر، هقلب، احط حبه البركه والورق اللورا او الورق الغار زي ما بيتقال، هحط معلقه السكر واقلب بقى كله مع بعض. على جمال الله، شايفين ولا الريحه طالعه جميله؟ عايز تاكل ولايه، شايفين جميل. اجيب الميه بقى، اعمل الملح، لون الملح بقى، الميه اهي والملح. انا هحط الملح اهو، ده حوالي كيس ملح اهو، واقلب. اصلا بياخد ميه ملح كتير، واحنا النقع اللي هنعمله ده بيخش منه المرارة. هدوب الملح الاول في الميه. دي كوباية كانت لله متكبة بعد الفرن. انا هجيب البيضة اهي بعد ما قلبت الملح في الميه، ميه في الملح، ميه وميه، هحط البيضه كده. البيضه دي لو طفت على وش الميه كده يبقى البلوحه مظبوطه اهي، طلعت فوق الوش اهي، ولو غطست لتحت كده ما طلعتش فوق الوش يبقى عايز ملح لسه كده، اهي عامت اهي، طلع فوق الوش، يبقى كده الملح مظبوط. بسم الله الرحمن الرحيم. هجيب بقى البطرمان، انا بقى احب احدق واقلل مغللات في برطمان ازاز، برطمانات ازاز. بصوا بقى محلول الملح ده هنحطه الاخر. اقلب بقى كله على بعضه عشان كله يدخل مع بعضه، عشان نحط في البطرمانات بس. حلوه كده، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بقى كده، ونحط ونفطر بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. بدل ما
المخلل عندي لازم اي حاجه بتخليها يكون البطرمان ملاه، مفيش فراغات. بصوا يا حبايبي، بصوا الزيتون بقى كده، بقى البطرمان ده ايه، نسيب شويه كده عشان نحط بقى الزيت والليمون، عصير الليمون ده نخليه لونه يبقى فاتح ويبقى جميل. احط بقى الزيت، اخلي الزيت للاخر خالص، احط الاول محلول الميه بالملح. جبت حاجه صعبه هنا، طبعا محلول الملح اهوت، زيتون بقى احلى زيتون. الله، احط الزيت بقى على الوش اهو عشان المنطقة حافظها كده، يحفظ معايا الزيتون. وغطي القشر بقى اللي انا قلت لكم عليه، اللي انا عصرته اهوت، اللي قلت لكم مش هنرميه عشان انا هغطي بيه البطرمان عشان يحفظوا. جربوا بقى الطريقه بتاعت ديت، ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وشير واشتراك للقناه، فعلوا الجرس كده. كده خلاص، ده خلاص نعمل التانيين في البطاطا التاني. عندي البطرمانات ديت بقى فعينها للمخللات، نقطفها وغسلها وخليها للتاني. شايفين بقى؟ هقفله بكيس، كيس نايلون، حتة كيس بلاستيك عشان الهواء ما يخشلوش هواء، ما افتحش عليه بقى، ده بقى بيقعد معاك لفترة طويلة، ممكن يعدي من سنة، ما يجرلوش أي حاجة. بسم الله ما شاء الله، شايفين بقى شكله جميل ازاي؟ لو عندك بقى جزر، ما لقيتش جزر، تبشر جزر وتحط عليه، عود كرفس، اتفضلوا بقى.